انا عايز اقول ان احنا هنا في مصر بنتعامل للاسف مع اللاعب اللي عنده 24 او 25 سنه بنقول ان هو لسه ناشئ او واعد او صاعد. زي أيوه. مثلا في النادي ده الاهلي حقيقي لما محمد الشناوي اصيب كل أيوه. جماهير النادي الاهلي ايديها على قلبها وقالت اصل مصطفى شوبير لسه صغير. مصطفى شوبير 24 سنه تقريبا هناك بيلعبوا من 16 و17 بالظبط كده. فلما خمس ست لاعبين اتحطوا في الموقف بتاع امبارح ده وهم اقل من 21 سنه يبقى احنا لازم نستفيد من المساله دي ان احنا ما نبصش للاعب اللي عندنا اللي عنده 18 او 19 او 20 سنه انه لسه صغير ده لسه ناشئ بس في نقطه برضه ما عندوش خبرات لازم نديله الثقه في نفسه. الفكره بجانب الثقه بتكون اللعيبه دي لو هناخد ليفربول كمثال بتكون بالفعل يعني منخرطه نزلت جربت ماتشات لعبت على الاقل حتى لو في اطار التدريب. لكن الفكره ان احنا لما بنعتمد على لعيب واحد بننسى ان في بدلة اصلا صحيح وبنجيبه من الدار للنار بالظبط. دي شغلانة المدرب والجهاز المعاون بتاعه. يمكن في الفرق الأوروبية الكبيرة كلها عندهم تيم A وتيم B. صحيح. تيم B ده دايما بيشارك فيه اللعيبة اللي هي ما بتشاركش اللي راجعين من الإصابات اللي بيؤهلوا للمباريات. دايما الفريق ده بيكون فيه اللعيبة اللي هم الصغيرين الواعدين اللي هم 18 و19 سنة. لما بيلاقي ان في لعيب مثلا بيجهز من إصابة زي محمد صلاح بيلعب جنبه كل أسبوع بيكون فيه مباراة ودية بتتعمل فبياخد الثقه منه وبياخد طبعاً. الخبره حتى لو ما شاركش في مباريات المباريات الرسميه. اول ما بيشارك اوريدي هو بيبقى جاهز نفسيا. تفتكر كاس العالم للشباب والمصريين قدروا يعملوا ايه والشباب الجميل اللي قدر بالزبط يعمل ايه بالظبط يعني احنا شفناهم بصراحه يعني كانوا تابعناهم على القهوه رغم ان هم ما فيش فيهم اسم بارز يعني صحيح. فالانديه لازم من خلال مدربيها ومن خلال ادارتها تدي للعيبه دي الثقه في نفسها. ونرجع ونقول برضو تاني لابد انه الانديه الكبيره اللي عندها مواهب تسمح ليها بالاحتراف المبكر. ومحمد صلاح بقى محمد صلاح ليه في اوروبا؟ صح لانه نادي المقاولين العرب مشكورا سمح ليه ان هو باعه بدري في اقل من 20 سنه يبيعوا لاوروبا وما قالش مثلا ان لازم يبيعوا للدوري الانجليزي ولا للدوري الاسباني، لا باعوه للدوري السويسري وحطوا بند في عقده ولسه بيستفيدوا منه لحد دلوقتي. نادي المقاولين العرب بيستفيد من محمد صلاح ومحمد النني لحد دلوقتي بعد سنوات طويله من الاحتراف طبعا. فده ذكاء وفي نفس الوقت مصر كلها استفادت مش نادي المقاولين العرب طبعًا بس طبعًا. فانا بتمنى من انديتنا ومن ادارتها ان هم يدوا الفرص في الاحتراف ويدوا الفرص هنا للاعيبه الواعدين. هنا الانديه وخصوصا الكبيره بتقول شراء العبد ولا تربيته من الاخر يعني فبيبتدوا يجيبوا لعيبه جاهزين واسماء كبيره وممكن ما يدوش المردود اللي يعني اللي ممكن يديه لاعب صغير. هدي مثال صغير كده كلنا شايفينه أنتوني موديست طبعا لاعب النادي الأهلي اسم كبير جدا في أوروبا لكن واضح إن الراجل جاي يشطب في النادي الأهلي دفع فيه مبلغ كبير قوي هو كده. وحتى كانت بداية تصريحاته أنا شايف إنها إلى حد كبير مسيئة للنادي الأهلي إن هو جاي بيقول إيه أنا هلعب في مستوى أقل من اللي أنا كنت بلعب فيه لكن أنا حابب التجربة. يعني من الأول بيقول أنتوا أقل مني ومع ذلك إحنا شايفين الراجل بيحاول وكل حاجة والنادي الأهلي بيحاول يستفيد منه لحد نهاية الموسم. لكن انا شايف انه كان ممكن جدا النادي الاهلي يدي المهاجم صاعد عنده فرصه وياخد منه احسن من اللي بياخده من انتوني موديست وطبعا بفلوس اقل بكتير. انتوني موديست مكلف النادي الاهلي مش اقل من 2 مليون دولار وده مبلغ كبير قوي على المردود اللي بيقدمه. وتاهل لعيبه عندك لازم بالزبط. تاهل لعيبه عندك بالزبط. يعني انه بيبقى فيه البطولات الدوليه اللي بتحتاج منتخب قوي بيبقى محتاجين للعيبه دي ولاعيب واثنين وثلاثه موجود وبدل صحيح. الفرقه اللي موجوده يبقى فيه زي ما حضرتك قلت تيم A وتيم B يقدر يبقى موجود في الملعب بيبقوا حتى فاهمين فكره اللعب زي ما حضرتك اتكلمت.